تحظى السويد بتنافسية اقتصادية دولية كبيرة، حيث تسمح القوانين السويدية للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالحصول على إقامات لمزاولة أعمالهم في السويد. فإذا كنت تنوي فتح مشروع استثماري ما في السويد، فإن قوانين هذا البلد تمنحك إقامة لمزاولة أعمالك فيه، شرط أن تكون هذه الأعمال على مدار أكثر من 3 أشهر. لكن هناك أيضا شروط معينة عليك معرفتها أولا. ومن أهم هذه الشروط إثبات من المتقدم إلى طلب الإقامة حول ملكيته لنصف الشركة أو المشروع الاستثماري على الأقل، بيان بأرباح متوقعة تكون مرضية وتكفي لتغطية مصاريفه ومصاريف عائلته خلال 2 من بدء العمل، وهما 2 للاختبار. ويجب أن يظهر لدائرة الهجرة أن لديه مبلغا من المال يكفي الإعالة، 200,000 كرون للمستثمر، 100,000 كرون لزوجته، و 50,000 كرون لكل طفل. كذلك إظهار أن لديه خبرة سابقة بالمجال الاستثماري الذي ينوي العمل به في السويد ولديه القدرة على إدارته. كما يجب عليه إمكانية التحدث باللغة السويدية أو الإنجليزية. تقوم مصلحة الهجرة بدراسة الطلب وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهذا قد يأخذ وقتا يستغرق 9 أشهر. إذا كنت طالبا في السويد وأردت أن تقيم شركة أو مشروعا تجاريا، عليك التقدم بطلب للإقامة قبل نفاذ مدة إقامتك كطالب، ويجب أن تكون حاصلا على 30 علامة جامعية على الأقل، أو تكون قد اجتزت فصلا دراسيا واحدا كباحث أو كطالب دراسات عليا. ومع وصول العديد من اللاجئين إلى السويد مؤخرا، لا سيما القادمين من دول الشرق الأوسط، تبين وجود العديد من بين هؤلاء من كان من أصحاب المشاريع الاستثمارية في وطنه الأم ويرغب أن يكون له نشاط تجاري ما في السويد. ومن هنا كان التساؤل التالي للكثيرين من القادمين الجدد حول الشروط التي يجب توافرها لفتح مشروع استثماري معين، والخطوات القانونية والرسمية التي لابد من القيام بها لبدء أي مشروع. هناك أي شروط خاصة لتأسيس الشركات أو لتأسيس مشروع استثماري في السويد على الشخص أن يتصل بدائرة الضرائب للحصول على رخصة الضريبة من نوع ف أو اف كما يقولون في السويدي، التي تخول الإنسان على أساسها يكون صاحب شركة لا يدفع ضرائب أصحاب الشركات وليس الضرائب الشخصية. وبنفس الوقت إذا كانت شركة خاصة فليس لها رأس مال، أما إذا كانت شركة مغفلة ولديها رأس مال ب50,000 كرون حسب القانون السويدي، على الشخص أن يضع هذا المبلغ في البنك، ومن ثم وبشكل اختياري يمكن تسجيل هذه الشركة في مصلحة تسجيل الشركات، ولكن هذا ليس ضروري. وبالتالي أشخاص المقيمين في السويد ليس لديهم أو ليس عليهم شروط خاصة لتأسيس الشركات. نصائح كثيرة يتحدث عنها أهل الاختصاص لأي راغب بفتح استثمار ما في السويد، أهمها أن يكون للشخص فكرة تجارية جيدة وزبائن ومردود وأرباح لكي يستمر. كذلك من الضروري دراسة جيدة للسوق ومعرفته بسوق العمل والجدوى الاقتصادية منه. لكل شخص يريد الاستثمار أو بدأ شركة بالسويد أن يفكر ماليا ويكون لديه خطة تجارية، والخطة التجارية هي الأساس في نجاح الشركات، لأن المستثمر أو مؤسس الشركة يكون قد نفذ دراسات على السوق ودراسات على الأسعار ودراسات على الحاجات في السوق، وبالتالي تكون هذه الشركة الجديدة موجودة لتفي حاجات السوق، وبالتالي يكون نجاحها ونسبة نجاحها كبيرة جدا. وبنفس الوقت هناك في السويد مؤسسات لتقديم الاستشارات المجانية. حسب الإحصاءات فإن 20% من الشركات التي يتم تأسيسها في السويد تتم على يد أشخاص من أصول أجنبية، وهناك قطاعات نسبة الأجانب فيها أكثر من 90%. لذلك فإن إمكانية النجاح برأي العديد من الخبراء كبيرة
جداً.